يسر أنظمة فينيكس تقديم تطبيق قائمة المطعم الإلكترونية الاحترافي إيمينيو برو، والذي يعمل بتوافق مع بيئة أندرويد ويساعد إدارة المطعم في عرض جميع الوجبات المقدمة من قبلها إلى الزبائن، كما يساعد الزبون على إدخال طلبه بنفسه. ويمتاز التطبيق بعدة مزايا: أولاً، الربط المباشر مع نظام فينيكس من خلال آلية تهيئة البيانات ليتم استيراد الوجبات المقدمة في المطعم إلى التطبيق مباشرة. ثانياً، إظهار جميع الوجبات المقدمة في المطعم مع صورها وأسعارها أمام الزبون. ثالثاً، إمكانية ربط أسئلة الاختيار مع أسعارها والمعرفة ضمن نظام فينيكس مع التطبيق مباشرة. رابعاً، إمكانية ربط المعدلات مع أسعارها والمعرفة أيضاً ضمن نظام فينيكس مع التطبيق مباشرة. خامساً، إمكانية طباعة طلب الزبون على طابعات المطبخ والمحددة ضمن معالج طابعات المطبخ على نظام فينيكس، كما يظهر هذا الطلب ضمن شاشة المطبخ الداخلية لتتم مشاهدته من قبل موظفي المطبخ. سادساً، التطبيق متاح على جوجل بلاي ستور. والآن، لو أراد الزبون إدخال طلبه بنفسه، فيمكنه استعراض الوجبات الموجودة في المطعم واختيار ما يرغب. نضغط إضافة إلى السلة، ثم عند الانتهاء يقوم النادل بمراجعة الطلب مع الزبون ليتم تثبيته من خلاله بعد إدخال كلمة مروره ورقم الطاولة. ثم نضغط على زر حفظ ليتم تثبيت الطلب بنجاح. نشكر لكم متابعتكم ونراكم في فيديوهات لاحقة.